محمد الحجي إداري في حركة الطلبة الديمقراطيين، الرفيق المشرف عن دورات التمريض بمدينة منبج وريف منبج التابعة لحركة الشبيبة الثورية. طبعا نحن كحركة الطلبة الديمقراطيين عم نسعى وراء دورات مهنية، منها كمان التمريض، يعني هي الدورات عديدة كمان منها في دورات التمريض، أنا الرفيق المشرف عليها. طبعا نحن بالأشهر السابقة من قبل كمان التهديدات التركية على مدار السنين عم نسوي دورات تمريض، كثفنا ووسعنا هاي الدورات على مستوى الريف أبو قلقل والحية كمان من شيء 4-5 شهور كمان، مشان نحن كمان تتوسع الدورات المهنية والقضاء على البطالة وهجرة الشباب كمان، هذا من أحد الأهداف. طبعا هاي كليات الفعاليات بالوقت الحالي تابعة على فعاليات هلموا لمعركة الحرية وحرب الشعب الثورية بمدينة منبج، اللي تتعرض المنطقة لهجوم الاحتلال التركي أو تهديدات الاحتلال التركي. في هذول الأشخاص اليوم تقريبا 40 طالب راح يأخذون شهادات تمريض، هم سووا دورات نظرية بمعهد حركة الطلبة الديمقراطيين وكملوا تدريبهم بمشافي مدينة منبج وخط أبو قلقل كمان. وحاليا اليوم توزيع الشهادات لثلاث دورات، عددهم تقريبا للأربعين شخص من مدينة أبو قلقل ومن الحية ومن مدينة منبج. على هذا الأساس هم راح يكونون مسعفين ممرضين مستعدين وجاهزين بأي وقت يقدمون هاي المهنة الإنسانية لأي شخص بدون فرق بين طبقات المجتمع أو لون أو دين أو حتى تمييز. محمد نور العلي من ريف مدينة منبج من قرية القدحية تابع لخط الحية. طبعا بداية مهنة التدريب بشكل عام هي مهنة إنسانية قبل أن تكون مهنة مادية، وهذا الشيء الذي دعاني هو مهنة الإنسانية كمساعدة أطفال، مساعدة كبار، سواء مساعدة مختصين أي شيء. طبعا استفدت الكثير من الشغلات، يعني طبعا كنت أجهلها، يعني بعدنا بالأخلاقية فكرة تقول تارك الشيء جاهله، يعني شنو تركين اللي يترك مهنة التمريض أو يترك أي شيء هو راح يكون يجهله، ما راح يحس بالمتعة اللي هو بيها، محبته لهاي ما راح تكون لمن يساهم بيها وسويها. أنصح جميع الرفاق اللي خضع واللي ما خضع، اللي خضع رد يكرر المعلومات، واللي ما خضع أنصحه إنه يساهم بيها، ومهنة جميلة جدا. جميع الشعب سواء كان رجالا أو نساء، يعني مو ما تختص بالشباب أو بالبنات، كلمة الشباب تنطبق الشباب على الشبيبة كلها سواء رجل أو امرأة يعني.